مين الممثلين اللي انت الشغل معاهم كنت خلاص هتنهار عصبيا منهم؟ مش لازم كأسامي خالص، بس ايه اللي بيعملوه، او ايه المواقف اللي حصلت، او ايه الشخصيات الصعبة اللي انت قابلتها اللي خليتك تتعب جدا وانت شغال معاهم كممثلين؟ عامة الشغل وانت عارفها، الشغل مع النجوم مش سهل. النجوم كل ما تبقى بيج ستار، في قليلين قوي اللي بيجي ان هو يتحول لنجم وبيكبر الكلام ده كله، وغروره او ثقته بنفسه او تحكمه ما بيكبرش معاه. ده في مصر وفي امريكا وفي العالم كله. فالشغل مع النجوم مش سهل. انت ساعات بنحس نقول انا نفسي اعمل مشروع فيهوش نجوم خالص، لانه بتبقى شباب صغير ما عندوش اي مشاكل لسه وهيستموت على الفرصه، فبيبقى دايما احلى حاجه. عايز اقول لك انا معلش، عشان الناس ساعات بيفتكروا ان ده بالذات النجوم او الممثلين بيفتكروا ان ده مننا، عشان احنا بيبقى نفسنا نتحكم او بيبقى نفسنا نسيطر على الموضوع او نبقى نجوم العمل، مش فاهمين ان هم ده بيديك حريه اكتر في شغلك. لشغلك ولوجهة نظرك. بمعنى بالزبط. ايه؟ انا النهارده قررت، انا غمضت عيني وكتبت كمؤلف في تورته وفي مشهد وفي حد بيضحك على نكته. انت بقى كمخرج جيت تعمله، انت عندك تصور دلوقتي، او كل اللي سمعوني شافوا التورته ليها لون وشكل، وشافوا الضحكه شافوا الدرجات، محتاج شافها بس مجرد ابتسامه. ابتسام ده الاخراج.